عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة حول المناعي. درس النغدة، النغدة نوع من أنواع التطريز متوارث، وكان يلبس أيام أمهاتنا القدام على الرأس. راح نبين لكم طريقة عمل النغدة، وهما خيوط معدنية تستخدم إبر خاصة له. نبتدي الدرس. رش المطر، مرور الخيط المعدني من أسفل القماش، بعدين نرجع مرة ثانية نلفة من تحت الخيط المعدني، مش من تحت القماش، شكل دائرة وسير نوع من العقدة. تم قطع الخيط، هذه صارت أول نقطة من زخرفة رش المطر. مسافة بسيطة بينهم، نعيد نفس التكرار. قطع الخيط، الحين وين نروح؟ عقب ما سوينا الحبتين نروح فوقه. أفتكر أخوات مدربات، تشوفون الدرس سهل إن شاء الله مع الأخت طيبة. طيبة مع الأخت طيبة. هذه الحبة الثالثة صارت بالوسط بين الثنتين، بس بنفس الطريقة الحين نسوي اللي تحت مثلها، واحدة رابعة بالأسفل. مرر الخيط، تم إغلاقه وقطع. كذي صارت عندنا أربع حبات تسميم. الحين نجي على جنب الحب اللي فوق، انقطع.
سيدي كملت معانا زخرفت رش المطر. يا رب استفدتوا من الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شكرا، مع تحيات خول المنائي.